يا مساء الفل على حضراتكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض فراخ كريمي كده بالطماطم المجففه، وبعد كده هنعمل موهيتو او موخيتو الكريز. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من صدور الفراخ متقطعه ستريبس كده زي ما احنا شايفين. بالنسبه للتوابل عندي عصير ليمون، توم باودر، بصل باودر، اوريجانو وبابريكا. بالنسبه للصوص عندي توم، طماطم، سبانخ، طماطم مجففه، جبنه بارميجان، كريمه ومرقه، وريحان مجفف، وزعتر، وتشيلي فليكس. طيب على طول كده عايز اتبل الفراخ بتاعتي، ننزلها كده في بوله، ننزل عليها بشويه من ملح، فلفل اسود، بصل باودر، توم الباودر، اوريجانو، واخيرا البابريكا، وننزل بعصير الليمون. نقلب الكلام ده كويس قوي مع بعضه. خلاص تتبيله سريعه كده، لو عندنا وقت طبعا ندخلها التلاجة تقعد شويه، ما عندناش نتبل ونشتغل على طول. ادي الفراخ بتاعتي خلاص. هنزل بزيت الزيتون شويه حلوين كده. وعلى طول هنزل بالفراخ. وزع كده نسيبها بقى ايه تاخد لون حلو كده. طيب ندي الفراخ بتاعتنا قلبه كده. مش عايزه اوفر كوك، مش عايزه تستوي زياده عن اللزوم. نديها تقليبه، نسيبها على الناحيه دي برضو ايه دقيقه كده. تعالوا بقى نرفع مع بعض الفراخ كده عشان هنبني الصوص بقى مكان الفراخ، ياخد ايه البهاريز دي كلها ويبقى الطعم كده مركز في الصوص. مكان الفراخ بتاعتنا هنزل بالثوم، هزود شويه زيت زيتون، عايز اجيب سباتيولا كده نطلع الطعم ده بقى كله. عليه على طول هنزل بالطماطم، وهنزل بالسبانخ، رشه من الملح على السبانخ، ونقلب. الثوم بقى ريحته طالعه مع التوابل حاجه خطيره. نقلب بسرعه عشان ايه الثوم ما يتحرقش. هنزل بالتوابل، الريحان المجفف، تشيلي فليكس، واخيرا الاوريجانو. ندي تقليبه لحد بس ما تدبل معايا السبانخ شويه. على طول ننزل بشويه من المرقه. وزي ما قلت لكم بقى بالسباتيلا كده نطلع بقى ايه الطعم ده كله. هنزل بالطماطم المجففة، عايزين نقطعها بقى نفرمها، ممكن نعمل كده، أنا بحبها تبقى على بعضها كده. يا سلام بقى لو ناخد الزيت بتاع الطماطم المجففة هو اللي نحمر فيه التوم، تبقى فكرة برضو هايلة. أهو بص، ننضف بقى الطاسة تماما، نطلع كل الطعم ده. هنزل بالكريمة.
يقلب كويس، نديله فرصه بس ايه يغلي. هنزل الجبنه البارميزان بالمره، ندي تقليبه، هنا ننزل بالفراخ بتاعتنا. الله، شويه رز بقى، مكرونه او زي ما هو كده، خطير. اديها فرصه تغلي بس ثواني كده. نجيب طبق التقديم، وعلى طول الله الله، كده نبقى عملنا مع بعض فراخ كريمي بالطماطم المجففه. زي ما قلت لكم، شويه بقى رز بسمتي حلو كده، او شويه مكرونه حلوه قوي. الطماطم المجففه بتدي بعد تاني للطعم، وزي ما قلت لكم الزيت بتاع الطماطم المجففه لو موجود عندنا ممكن نحمر فيه التوم ونبني عليه الصوص. خلونا نطلع اخطف فاصل في السريع، اروق الدنيا حواليا ونرجع نعمل مع بعض المشروب. ما تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل، عملنا مع بعض فراخ كريمي بالطماطم المجففة، حاجة كده ايطاليان قوية جدا، وزي ما قلت لكم تنفع مع أي نوع من الكربوهيدرات اللي نحبها. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل موهيتو أو موخيتو الكريز. عندي حاجات بسيطة جدا، عندي شوية نعناع فريش، شوية من الكريز فريش، شوية من مكعبات التلج، عندي سكر، عصير ليمون، وأخيرا عندي شوية من الصودا. هنبدأ كده على طول. هننزل بالكريز، ننزل بيه كله تحت. ممكن نعمل كده في الكاسات او نعمل كده في ازازة ونصب منها زي ما انا بعمل كده. عليها النعناع، السكر، وعصير الليمون. ظهر بقى اي معلقه كده عندنا متعقمه او حاجه، نبتدي بس ايه نضغط كده الكريز ده، نطلع الميه بتاعته، النعناع، نطلع الزيوت بتاعته. حلو قوي. ومن هنا الموهيتو بقى يحب ايه؟ يحب التلج كتير. مشروب صيفي خطير. واخيرا ننزل بالصودا. عظمة. نبقى كده عملنا مع بعض موهيتو او موخيتو الكريز، وعملناه مع الفراخ الكريمي بالطماطم المجففه. جربوهم هيعجبوكوا قوي، مختلفه جدا زي ما قلت لكم وصفه الفراخ الكريمي بالطماطم المجففه. انا ما لقيتش تشيري توميتو فاستعملت طماطم متقطعه، الافضل نستعمل تشيري توميتو عشان بتبقى مسكره كده وظريفه. طيب احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.